زي ما عمرو قال كده، يمكن في حياتنا احنا بنتعامل مع الناس وبنقول انه ممكن يكون من خلال تعاملاتنا دي هي الدين المعاملة. لو نعرف السادة المشاهدين اكتر مفهوم الدين المعاملة يعني ايه، او ايه اقرب الاعمال الى الله؟ اقرب الاعمال الى الله حاجة، والدين المعاملة حاجة تانية. يبقى نوضح الفرق للسادة المشاهدين. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية كلمة الدين المعاملة دي كلمة كبيرة جدا، لكن الأول لازم نوضحها أن هي ولا هي آية ولا هي حديث. يعني ما عندناش آية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم في غير القرآن، بس أن الدين المعاملة ما عندناش في القرآن كله من الفاتحة إلى الناس، ما فيش آية فيها الدين المعاملة. ما عندناش حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول الدين المعاملة، يعني ما ينفعش نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، لكن النبي قال الدين النصيحة. أمال الدين المعاملة دي جت منين؟ على مر السنين من كتر ما الناس مركزة في إنه هو إيه الدين بالظبط وإيه اللي المفروض يكون الدين بيظهر فيه، حطوا مقولة بقينا كلنا نحفظها ونرددها مع بعض، هي الدين المعاملة. يعني الدين الحقيقي هينعكس ويطلع في معاملاتك مع الناس في الحياة. يعني كل الناس قديسون، كل الناس أنبياء، كل الناس أولياء، لحد لما ينزلوا في معترك الحياة. أول ما ننزل في المعاملات بيننا وبين بعض خلاص هنا بقى هيبان الدين بتاعك نوعه إيه بالظبط. دينك متين ولا دينك متوسط ولا دينك ركيك ضعيف. انعكاس الدين في حياة الإنسان صلاة، صيام، زكاة، حج، وقبلهم شهادة أن لا إله إلا الله، دي أركان الإسلام. وبعدين تجيب أركان الإيمان، كل ده بيبني جواك أنت كمسلم العقيدة والصلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. ده الجزء الأول والشق الأول اللي بيبنى به دين الإنسان، بيبنى به إيمانه. وبعدين صلحنا وظبطنا العلاقة بيننا وبين ربنا، هتنعكس وتظهر ظهور حقيقي في حياتك ومعاملاتك مع الناس. وده تشوفه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تصاعدي من أول يوم في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لحد آخر يوم النبي بيتكلم عن معاملاتنا مع بعض. من أول يوم النبي صلى الله عليه وسلم جاء أرسل إلى الناس، قال لك أرسلت لأخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، يبقى تحرير النفوس إنها تعبد ربنا. وآخر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها هو على فراش الموت، يقول استوصوا بالنساء خيرا. معاملة. وبين ده وده في 23 سنة مدة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أحكام تفصيلية طويلة وقصيرة ودقيقة وكبيرة. بعد ما بنى النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة الإنسان وإيمانه، شغال بقى دايما على المعاملات بيننا وبين بعضين. ما تنزل تبيع، ما تنزل تشتري، لما تروح تخطب، لما تتجوز، لما تعامل بابا، لما تعامل ماما، لما تعامل إخواتك، صاحبك في المدرسة، جيرانك، كل دي تفاصيل بتطلع فيها أحكام وأحاديث نبوية وآيات قرآنية وتشريعات علشان نحقق إن الدين الحقيقي هو اللي بيطلع في معاملات الناس.